ومعنا هاتفيا من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي سيد زياد السنجري. مرحبا بك أستاذ زياد. بداية، كيف تقرأ وترى بيان مرجعية النجف بشأن الانتخابات؟ أهلا وسهلا بكم. الحقيقة البيان تم تداوله في وسائل الإعلام وتم شرح كثير من النقاط التي ذكرتها مرجعية النجف، ولكنه بالمجمل يعتبر بيان مخيب للآمال، خاصة وأن المرجعية تبنت موقف ثابت من العملية السياسية عبر دعم هذه العملية العرجاء في العراق ونتائجها الكارثية على العراق. لذلك لم يأتي البيان بما هو أو بما المستوى المطلوب من المرجعية خاصة في هذا الوقت، ولكني لا أستغرب هذا الأمر. فمن تبنى هذه العملية ومن دعم هذه العملية ومن دعم للاحتلال والعملية السياسية في ظل الاحتلال، أعتقد من الطبيعي أن يصدر منه هذا البيان الذي تناقض مع قول المرجعية قبل أشهر عن المجرب لا يجرب، ولم يتم تداول هذه المقولة، ولم تأتي المرجعية بحلول ناجعة لما يحدث الآن في العراق. وأعتقد بأن العملية ستقول وتبقى على ما هي الأمور عليه مثل الآن. هيئة علماء المسلمين في العراق ردت ببيان أكدت فيه أن بيان المرجعية في النجف يأتي في سياق التسويغ والتسويف والانشغال بالحلول الترقيعية. كيف ترى موقف الهيئة سي زياد منذ اليوم الأول للاحتلال؟ بالحقيقة بيان الهيئة الأخير أيضا ثابت وواضح جدا، حيث تبنت الهيئة مقاطعة العملية السياسية منذ احتلال العراق ولحد اليوم هذا اليوم. البعض عاب على الهيئة مقاطعتها، ولكن أثبتت الأيام صحة وجهة نظر هيئة علماء المسلمين، ونعتقد بأن الهيئة ثبتت على موقف كالذي قابض في يدي جمرة من نار. في الحقيقة تعرضت الهيئة لمحاولات تشويه كثيرا، وخاصة في المحافظات التي تعرضت إلى تدمير وإذلال وجعل أسباب هذا الدمار هو الهيئة، ولكن أثبتت الأيام بأن العملية السياسية التي رفضتها هيئة علماء المسلمين، وهو موقف الهيئة، هو موقف مشرف وثابت، وهو موقف الذي يجب أن تتخذه كافة التيارات في العراق وليس فقط هيئة علماء المسلمين. هل تعتقد أن بيان مرجعية النجف صب في مصلحة ائتلاف النصر كما دعا في تصريح لقادته؟ لا أعتقد ذلك. فالمالكي أيضا يقول المرجعية لم تقصدني، وكذلك كل الفاسدين وكل السراق وكل المجرمين الذين عادوا في العراق فسادا. أعتقد بأن المرجعية استخدمت كلمات نوعا ما مطاطة، ولكن الكل يعرف من هو الفاسد ومن هو المجرم ومن الذي دمر محافظات ومدن بأكملها. نعتقد بأن العبادي ليس أفضل من المالكي، فمن قتل 40,000 مواطن مدني في مدينة الموصل ولا يوفر لهم مجرد أكياس للم الجثث، أعتقد بأنه لا يقل إجراما عن المالكي الذي تسبب في هذا الدمار. لذلك نجد بأن هذه العملية برمتها هي عملية غير صحيحة، وموقف هيئة علماء المسلمين موقف هو الأدق والأصح في علاج المشكلة التي موجودة في العراق وعدم تبني العملية السياسية. كيف تقرأ تحذير مقتدى الصدر من احتمال تزوير الانتخابات على يد الميليشيات والأحزاب؟ وما الذي يختلف يعني مقتدى الصدر عن غيره؟ في الحقيقة أنا أريد أن أجيب عن هذه النقطة ليس بكلمات إنشائية وإنما بموضوعية أكثر. أعتقد بأن الميليشيات حسب ما وصلتني من معلومات وأؤكدها اليوم عبر قناتكم، بأن الميليشيات تمارس الضغط انتخابي هائل على المناطق التي تسيطر عليها على الأقل في محافظة نينوى، حيث وصلتني معلومات مؤكدة بأن الميليشيات تحذر كل من الذي لا ينتخب في تلك المناطق أطراف الموصل وداخل الموصل في بعض المناطق سيتم اعتقاله وإطلاق التهم عليه بأنه إرهابي.
وأعتقد كذلك بأن المناطق ومحافظات أخرى ستشهد النفوذ لتلك الميليشيات وسوف يتم السيطرة على تلك المناطق بالقوة وفرض الانتخابات عليهم وتصويت لتلك الميليشيات وأحزابها دون بقية القوائم الأخرى. أفهم من كلام السيد زياد أنه مع انخراط الميليشيات في العملية السياسية أنت لا تعتقد أنه من الممكن أن تفرز طبقة سياسية منتخبة بشكل حر؟ أخي العزيز، أنا أؤكد لك وعبر قناتكم بأن الذي سيفوز واحد من حزب الدعوة، وهو سيستمر مثل أسلافه بما قام به المالك والعبادي والجعفري وغيره في استمرار في عملية تدمير العراق واستمرار وضعية العراق الكارثية اليوم. وأؤكد لك بأن من سيحكم على الأرض لا يوجد شيء اسمه جيش أو قوة أمنية، هناك ميليشيات تحكم وهي صاحبة الكلمة العليا. وأبسط دليل على كلامي سيدي الفاضل بأن جرف الصخر لم يعود إليها، تلعفر لم يعود إليها، مناطق كاملة في سهل نينوى وفي ضمن قاطع اللواء لواء 30 أبو جعفر الشبت لم يعودوا عليها. المواطنين لا يعودون على المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، فلذلك أعتقد بأن الميليشيات هي من ستحكم على الأرض والحزب الدعوة من سيحكم في المنطقة الخضراء. شكرا جزيلا لك سيد زياد السنجري الصحفي العراقي من فيينا.